معانا الأستاذة عزة من الفيوم. أيوة يا فندم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا فندم، حضرتك يا فندم، معلش أنا عايزة حضرتك تتحملني شوية. أيوة يا فندم، ألو. سامع حضرتك يا أستاذة عزة، وطالبة طب مني إن أنا أتحمل شوية، اتفضلي. تمام، معلش عشان قصتي كبيرة قوي لا حضرتك. بص حضرتك أقول لك حاجة، أنا اتفضل. ممكن نختصر القصة ونسأل السؤال. هحاول، طب لا هحاول أختصر على اسمعيني قد ليه ما طيب، أقدر، اسمعيني معلش. ليه طيب. في اتفضل. حاجات ممكن تتقال في التليفون لكن ما تتقالش على الهواء. ليه؟ ممكن في اسرار كتيره ما تتقالش، واحنا لا لا بنحب حضرتك، مش اسرار، ده حاجات كل الناس عارفاها. كل الناس. اه طيب ماشي، كل الناس، اتفضلي قولي. يلا حضرتك يا فندم، انا اتجوزت من اخو مرات ابويا اكيد وكنت صغيره جدا. بالمناسبه ده اكيد، ما ده اكيد ما حدش يعرفه من الناس. لا اتفضلي كل كملي. الناس عارفاها والله، حضرتك اتفضلي اسمعني بس. اتفضلي. سعادتك يا فندم، بعد ما اتجوزت وقعدت معاه 17 سنه، جبت منه 3 صبيان وبنت. طيب حضرتك يا فندم، جاني مرض سرطان في مخي، واصحابي عملوا لي العمليه وشالوني، وجه بعد كده وجالي سرطان على الكانسر على الغده، وقال لي اطلعي اشتغلي عشان تصرفي على نفسك. طلعت حضرتك اشتغلت في القاهره، واخدت ثانويه عامه، واخدت معها التمريض، وسندت نفسي. تمام يا فندم، انا دلوقتي قعدت 5 سنين لاب بيسال، ابويا شحتني بسبب مراته عشان اخته، واخواتي ما بيسالوش فيا. ليه اخ من ابويا كان كل ما يروح لمصر حد يتقدم لي. بعد العمليه خفيت الحمد لله، كان يقول تعمل بهايد عندها مرض السرطان وحلقه شعرها، في نفس الوقت مش راضيين يستقبلوني في بيتهم، لا حول ولا قوة. كرهوا ولاده فيا، ولادي ما بشوفهمش. عملت قضيه رؤيه لابني في يوسف الصغير، حرمني منه، مش عايز يخليني اشوفه. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد طيب يا أستاذ عزة، أنت دلوقتي يعني أنا لو أكلم أخوكي ولا أكلم زوجك، هتكلم مين ولا مين؟ ده انا كلها أقول حمد لك الله ونعم الوكيل فيهم. أنا أقول لك أنا أكلم مين. ما انا أول حاجة بس أنا عايزك بس إيه، لأن أنت عارفة إن في بعض الأحيان إحنا لازم يبقى عندنا مناعة نفسية ويبقى عندنا صمود نفسي. فأنا عايزك بس تعرفي إن ربنا سبحانه وتعالى مع كل اللي حصل ده أنت قادرة تكلميني دلوقتي وقادرة تكملي حياتك. فأنت عليك إن أنت تكوني واثقة في الله سبحانه وتعالى، واثقة إن الله سبحانه وتعالى لن يتركك، فخليكي واثقة بده. الأمر التاني، اي حق ليكي عند اي حد ما تسيبوش. يعني انت لو عندك حق ان انت تشوفي اولادك ارفع قضيه وشوفي اولادك، ما تسيبيش حقك. ما تسيبيش حقك ليه؟ لان انت محتاجه دعم، ورؤيتك لاولادك دي مهمه جدا جدا في حالتك دلوقتي. الامر الثالث والمهم، حاولي تتجاوزي ان انت تقفي عند افعال هؤلاء الناس، وخليكي مركزه في الباقي من حياتك، لان حياتك غاليه غالية على الله. أنت بتقولي لي هكلم مين؟ هكلم الله سبحانه وتعالى. أقول له: اللهم يا مولانا، يا من أنت علمتنا وعودتنا على فضلك وعودتنا على كرمك، هذه أمة لك تحتاج إلى فضلك وتحتاج إلى كرمك وتحتاج إلى عطائك وتحتاج إلى تيسيرك وتوفيقك، فأسألك بكل ما خبأته من جمالك ومن ألطافك أن تتلطف بها وأن توسع لها في رزقها، وأن تجعلها يا ربنا في راحة وفي هناء وفي سرور، وأن تلين لها قلوب خلقك، وأن تجمع بينها وبين أبنائها يا رب العالمين، وأن تجعلها في كنفك، وأن تجمع لها بين تمام الأجر والعافية يا رب العالمين.